هذا مرسل رمز اسمه بالحروف خاء خاء خاء، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مما لا شك فيه أن بر الوالدين والإحسان إليهم أمر مطلوب شرعا، حيث نجد أن الله عز وجل يتكلم عن حقوق الوالدين في آية واحدة مع الحديث عن وجوب توحيد الله بالعبادة، وذلك يدل على مدى أهمية بر الوالدين وكيف أن عقوقهما يمكن أن يشبه بالشرك بالله. والسؤال هو أن نحب أن نعلم شيئا من أسباب هذه المكانة التي منحها الله للوالدين، بالرغم من كون معظم الآباء ينجبون أبنائهم لسبب من الأسباب التالية: إما للتفاخر، أو لكي لا ينقطع نسلهم، أو لأجل التمتع الجنسي فقط. إذا كان ذلك هو سبب الإنجاب وهو أمور دينية دنيوية بحتة، فكيف نجد الشريعة جعلت لهم هذه المكانة؟ هل لنا أن نعرف أسباب ذلك؟ أولا، تحديدك لنية الآباء في زواجهم هذا تحكم من غير علم، وما الذي يطيعك على ما في قلوبهم؟ هذا إلى الله سبحانه وتعالى. وأما حق الوالدين فلا شك أنه حق واجب ومتأكد، ويأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى المرتبة الثانية، قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وأما قولك إنه يشبه الشرك فهذا غلط، عقوق الوالدين لا يشبه الشرك، ولكنه يليه في الحرمة ويليه في الإثم، لكنه لا يشبه الشرك بالله عز وجل. نعم.